عندنا محاضرة مختصرة عن الفيزيولوجي اوف ريسبيريشن. الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي المعروف عنها تيك اوكسجين، تيك ان اوكسجين اند جيف اوت كربون دايوكسيد، اخذ الاكسجين وطرح ثاني اكسيد الكربون. وهنالك وظائف اخرى، ريجوليتس اسيد بيس بالانس، تنظيم التوازن الحامض القاعدي مثل ما شفتم محاضرات الفصل الاول، اند هيت ريجوليشن، تنظيم درجة الحرارة ايضا، النفس هذا دخول وخروج النفس يقوم بعملية تنظيم الدم، مرور الدم بالرئتين ومرور الهواء يقوم بتنظيم درجة الحرارة، و participates ايضا يساهم بالفونيشن اند فوكاليزيشن يعني النطق والكلام، هذا ايضا يساهم لانه احنا بدون الجهاز التنفسي ما نقدر نتكلم، خروج الهواء ومروره بالحبال الصوتية يساعد على عملية النطق، عملية الكلام، وهي اصلا الحنجرة ضمن الجهاز التنفسي محسوبة. Ventilation of the lungs، نجي للاصطلاح الاول اللي هو اصطلاح Ventilation. Ventilation يعني التهوية الرئوية، والتهوية الرئوية يعني كمية الهواء التي تدخل وتخرج إلى الرئتين في دقيقة واحدة، هاي يسموها التهوية الرئوية. الهواء اللي يدخل للرئتين الموجود بالرئتين يقسم إلى حجوم وسعات. إذا عندنا Volumes and Capacities، 4 Volumes 4 و 4 Capacities. كاباسيتي هي مجموعة من الحجم، يعني الحجم هذا أجمعه الحجم الثاني يسمى كاباسيتي. أول حجم اللي احنا راح ناخذهن اثنين، ناخذ بس اثنين من ذني الثمانية. تايدال فوليوم اللي هو اللي يرمزوا له V والتي سمول لتر، تكون مو سمول لتر، اما تي شوية انزل مستواها، is the volume of air inspired and expired with each normal quiet breath. اذا كمية الهواء المستنشقة بالشهيق inspired والتي تخرج بالزفير، يعني expired هنا، إذا expired هنا تخرج بالزفير، هذا النفس الذي يدخل ويخرج with each normal quiet breath، في نفس طبيعي هادئ، يعني بدون لا exercise ولا أي تدخل إرادي أنه ناخذ نفس عميق، لا نفس طبيعي. هذه قيمتها كميتها تكون 500 مللتر نفس واحد، هاي تايدال فوليوم. الفايتال كاباسيتي هي اقصى زفير بعد اقصى شهيق، هالمره بيها تدخل عندنا ارادي ناخذ نفس عميق جدا، انسبيريشن انسباير نانا او انهيليشن، انهيليشن ايضا يعني استنشاق شهيق، ونطرحه باقصى ما يمكن، اكسهيليشن او اكسبيريشن. هذا عادة يكون بين 4600 مللتر، طبعا احنا شبابنا مسوين بحوث كثيرة، 5 إلى 6 ألتار، يعني 5000 إلى 6000 مللتر هو هذا الطبيعي عندنا. فطريقة شلون؟ عبر جهاز اسمه سبايروميتر بهوز، يخلي البيرسن الشخص هذا يخليه بالفم، يخلي الهوز ويخذ يبدي ياخذ نفس ويطرحه، هذه حركات تنفس، ياخذ نفس ويطرحه، ياخذ نفس ويطرحه، هذا يسمونه تايدال فوليوم، هذا تايدال فوليوم. حجم الموجي يسموه حجم الموجي، او يعني حجم نفس واحد. بعدين نطلب منه ياخذ نفس باقصى ما يمكن، ياخذ نفس باقصى ما يمكن، فيصعد الكيرف. هذا اذا فوق التايدال فوليوم منا لهنا، هذا الزياده اللي اجت يسموها انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، حجم الشهيق الاحتياطي، كأنه احتياطي هذا. بعدين نطلب منه ينفخ بأقصى ما يمكن هذا الهواء اللي أخذه، فينفخ أقصى ما يمكن وينزل جوه تايدال فوليوم إلى يوصل إلى هذه النقطة. هذه الزيادة بالزفير، هذه الزيادة بالإكسبيريشن اسمها إكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، حجم الزفير الاحتياطي. بعدنا حجم الشهيق الاحتياطي هذا فوق، وهذا اللي أسفل منا لهنا حجم الزفير الاحتياطي. مجموع هذين الحجوم ثلاثة هنا يصير vital capacity. إذن vital capacity تبدي منا إلى هنا، هذه vital capacity مجموع ثلاث حجوم. شنو ثلاث حجوم؟ الحجم الشهيق الاحتياطي هذا منا لفوق، والtidal volume، والexpiratory reserve volume. فثلاثة يصير ان الفايتال كاباسيتي، ومع ذلك تبقى حجم هنا ما يقدر يطرح الانسان مهما حاول انه بالزفير، ما يقدر يبقى داخل الرئتين حتى ما يصير كولابس، متن صفط الرئتين تماما، يبقى حجم من الهواء داخل الرئتين يسمى ريزيدوال فوليوم، ريزيدوال فوليوم. ذني اربعتهن مجموعهن يصير
total lung capacity من لهنا، هذا كله يعني ال vital capacity، هذه ال vital capacity زائد ال residual volume الباقية تسمى total lung capacity. فإحنا بمحاضرتنا أخذنا بس الحجمين اللي هو tidal volume، هذا tidal volume هذا النفس الطبيعي، وأقصى نفس يقدر يتنفسه الإنسان اللي سميناه vital capacity، ذن الاثنين. وهذه الأرقام يعني ال 500 مليلتر وال 4600 مالت الفوليوم والكاباسيتيز على التوالي ار ان نورمال يونج ميل. شوف ثلاث اصطلاحات، نورمال اولا طبيعي مو مريض ولا يعني اكثر من اللازم رياضي، ويونج يعني شاب، وميل يعني شنو معناه بغير اشخاص راح تنزل ما تظل على يعني الرقم نفسه. اذا الشخص رياضي ويمارس رياضه بكثره تزيد حيل، اذا مريض او مدخن تنزل. young اذا old اذا شخص كبير بالعمر، كل ما يكبر بالعمر تقل. male اذا هذا الرقم للميل، اذا female اقل. شلون؟ they are about 20 to 25% less in female، يعني النساء اقل 20 الى 25%. خلينا ناخذ مثل، نفترض انه الفايتال كاباسيتي عند الميل 5 لتر، 5 لتر مو 4600 يعني 5000 ملي لتر، هذا بالميل. بالفيميل ايش قد؟ بالفيميل اقل 20 الى 25%، خلينا نفترض اقل 20%، ف 20% في 5 يساوي ايش قد؟ 20% في 5 لتر يساوي 1000، 1000 ملي لتر، 1000 ملي لتر يعني لتر واحد. اذا الفيميل اقل بلتر من الميل، اذا هو الميل 5 يعني الفيميل 5 ناقص 1 الفيميل يصير 4 التر، 4 التر. فهذه تكون دائما they are also lower in older and shorter subjects، الشخص اللي كبير بالعمر صير عنده أقل. وبعد منه اللي أقل shorter subject، لأن احنا قلنا هذاك الأرقام مال normal طول طبيعي، لكن لما يكون إنسان قصير جدا أو طويل جدا راح تتغير النسبة. الطويل جدا يصير هواي عند vital capacity، والقصير يصير عنده قليلة. ليش؟ لأنه الطول والقصر راح يأثر على طول وقصر الثوراكس القفص الصدري، يعني راح تطول وتقصر الرئتين مما يزيد او ينقص حجمها حسب الحاله. The normal respiratory rate is 12 to 15 breath per minutes، يعني هنا الريسبيراتوري ريت عدد الانفاس بالدقيقه الواحده عددها 12 الى 15 نفس بالدقيقه، بيت بير مينيت بي بي ام، نفس الرمز مالت بالهارت، قلنا بالهارت بيت بير مينيت، هنا بريثس بير per minute، breaths per minute يعني نفس بالدقيقة، which is also called respiratory frequency، إلها اسم آخر، ما تقول respiratory rate أو تقول respiratory frequency RF. إذن إذا ضربنا حجم النفس الواحد في عدد الأنفاس راح يطلع لنا pulmonary ventilation. إذن pulmonary ventilation إلها اسم آخر يسموها minute respiratory volume، حجم التنفس في الدقيقة واحدة. حجم التنفس which represent الذي يمثل the total amounts كمية الهواء الكاملة من الهواء الجديد الذي يتحرك إلى المجاري التنفسية respiratory passages each minute في الدقيقة الواحدة. البلمونري فنتيليشن إذن على هالأساس راح تكون 6000 إلى 7500، منين جاية من هذه المعادلة؟ نضرب حجم النفس الواحد في عدد الأنفاس اللي قلنا عليه 12 يطلع 6000، وإذا ضربنا بعدد أنفاس 15 يطلع 7500، فبحدود 6 ألتار إلى 7 ألتار ونص هذا المينت ريسبيراتوري فوليوم، أو يسمونه البلمونري فنتيليشن التهوية الرئوية، التهوية الرئوية. طيب not all of these 500 مليلترز، هذه النفس اللي قلنا عليه بالتهوية الرئوية هاي تايدال فوليوم، النفس اللي ناخذه ونرجعه يمر بمنطقة يسموها الكوندكتيف زون، نكمل نقرأ لكم إياها حتى ونشرحها. reaches the respiratory zone، مو كل هاي الخمسمية توصل لمنطقة تنفسية، يعني أكو منطقة بالرئتين اسمها المنطقة التنفسية. شنو هاي المنطقة التنفسية؟ المنطقة التنفسية اللي تبدي من الrespiratory bronchiole، فشي اسمه respiratory bronchiole، إحنا لأنه المحاضرة مختصرة فبعض الأشياء مثلا تشريحية تجنبناها، هسه ممكن على السريع أقولها لكم. الجهاز التنفسي ينقسم إلى منطقتين، منطقة يسموها conductive بس تنقل لنا الهواء ما يصير تبادل غازي بيها، هذه المنطقة تبدي من النوز
نيزوفارينكس تنزل على اللارينكس على التراكيا على البرونكاي مين برونكاي، هاي التقسيمات مال الشجرة التنفسية العفو الشجرة الرئوية بالموناري تري. فهذان كلهن ما بيهن تبادل غاز، يعني ما ناخذ اكسجين ونطرح ثاني اكسيد الكربون بهالمناطق، واصغر اصغر الى ان نوصل تيرمينال برونكيول، منطقه اسمها تيرمينال برونكيولز، هي تشعبات 65,000 شعبه من تقسيم واحد ينقسم مره ومرتين وثلاثه الى ان نوصل اخر شيء قبل الاخير اسمه تيرمينال برونكيول. كل هالمناطق برونكيول يعني قصيبه تصغير لقصبه، كل هالمناطق ما يصير بها تبادل غازي، فلذلك تسمى conductive zone، وتسمى أيضا dead space. dead space منطقة ميتة. فإذا جاكم سؤال ما هي dead space، مو تقول هذه المنطقة المريضة بها في مرض pathology، لا، dead space هي المنطقة area where there is no gas exchange occur، المنطقة اللي ما بها تبادل غازي. إذا نقراها instead about، إيش قد هاي حجمها 150 مللتر، هذه الconductive، هاي dead space حجمها 150 of air wasted، كأنه ضايعة هاي الكمية من الهواء داخل الـ conductive zone، never contribute to gas exchange، ومساهم بالgas exchange. This is called dead space volume. إذن هاي الـ 150 هي dead space volume. إش قد بقانا من الـ 500؟ 500 ناقص 150 350 فقط هي اللي توصل للأخير للمكانات اللي يصير بيها التبادل الغازي، يعني اخذ الاكسجين وطرح ثاني اكسيد الكربون، وين يحصل؟ بالمناطق التاليه: ريسبيرتوري برونكيول، يعني مو تيرمينال برونكيول، اكو برونكيول وراها يسموها ريسبيرتوري، جدارها يصير اكثر رقه وممكن يصير بها التبادل الغازي. ريسبيرتوري برونكيول والالفيولار اتريا والالفيولار ساكس والالفيولاي، هاي المسميات اعتقد بالملزمه موجوده. فهاي المكان هو هذا الريسبيرتوري زون اللي يصير بها التبادل الغازي بالاخير. هذه حجمها 350، شلون عرفنا؟ انه الالفيولار فنتيليشن ريبريزنت ذا توتال اماونت اوف اير، اذا صار عندنا فد شيء اسمه الالفيولار فنتيليشن، مو ريسبيرتوري، مو بالمونري فنتيليشن، التهويه السنخيه. الالفيولاس يعني الحويصلات الرئويه، ترجموها اسناخ سنخ، ما ادري ليش يترجموها السنخ. المهم فالالفيولار فنتيليشن التهويه الحويصليه او التهويه السنخيه للهواء اللي يوصل للاخير. شنو تعريفها؟ تمثل كميه توتال اماونت، كميه الهواء كامله اوف اير ذات ريتشز، الذي يصل الى الريسبيرتوري زون، يصل الى المنطقه التنفسيه في النفس الواحد، ايتش مينت، العفو في الدقيقه الواحده، اللي هو تقريبا 4200 الى 5000 وربع، 5 لتر وربع او 4 لتر وربع مللتر بير منت. منين جايه؟ من ما يلي: الالفيولار فنتيليشن، الالفيولار مو البلمونري، الالفيولار فنتيليشن تساوي عدد الانفاس في التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس فوليوم. التايدال فوليوم ناقص يعني 500 ناقص 150 اللي هي 350 قلنا عليها، اذا 12 نفس، اذا نضربهم 500 ناقص 150 نضربهم ب 350 يطلع 4200. اذا 15، اذا 12 نفس، اذا 15 نفس مو 12 نفس، هم نضربهم نفس الرقم يطلع 5 وربع. فاذا الرقم بين 4200 الى 5 وربع. الى موضوع اخر: ترانسبورت اوف اوكسجين اند كربون دايوكسيد، كيف يتم نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بالتبادل الغازي وينتقل الى انسجه الجسم. الغاز اكسشينج بالبلمونري كابيلاريز، التبادل الغازي بالاوعيه الشعريه داخل الرئتين، يسمى اكسترنال ريسبيريشن. اذا هو هذا التنفس اللي نعرفه. بنقول تنفس، شنو معنى التنفس؟ هو التبادل الغازي الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اللي يحصل بالبلمونري كابيلاريز، بالاوعيه الشعريه داخل الرئتين. بينما الغاز، اكو غاز اكسشين، تبادل غاز يحصل وين؟ بالانسجه، من يروح الدم ويوصل الشريان، يوصل الدم الى نسيج معين، النسيج المعين هناك هم ياخذ الاكسجين اليه ويعطيه ثاني اكسيد الكربون، هم تبادل غازي بس بمستوى الخلايا، هذا يسمى internal respiration، التنفس الداخلي. اذا عندنا تنفس داخلي وتنفس خارجي، التنفس الداخلي يحصل بالانسجه والتنفس الخارجي يحصل بالرئتين.
عادة الأكسجين 97% شلون ينتقل بالدم؟ مثل ما نعرف من محاضرات الدم أنه combination with hemoglobin، بالاتحاد مع الهيموغلوبين. ف 97% بالاتحاد مع الهيموغلوبين، تبقى كمية قليلة 3% هذه مذابة بالبلازما، مذابة بالبلازما، تمام؟ فعندنا إذن الهيموغلوبين أهمية كبيرة جدا، مع ذلك تبقى 3% لا تكفي، قليلة جدا هذه 3% تنتقل مو الهيموغلوبين، مذابة بالبلازما. فهذه طريقة انتقال الأكسجين. أما ثاني أكسيد الكربون ينتقل بثلاث طرق، 70% باتحاد مع البيكربونات. إذا تتذكرون المعادلة الشهيرة أيضا أخذناها بالفصل الأول، أنه ثاني أكسيد الكربون يتحد مع الماء لتكوين كربونيك أسيد، كربونيك أسيد H2CO3، وبعدين الكربونيك أسيد يصير له ديسوشيشن إلى هيدروجين أيون وبيكربونات. هذا البيكربونات اللي قدامكم، البيكربونات، فهيدروجين ايون يعتبر زايد نتخلص منه بالكلية. فهذه طريقة انتقاله، طريقة انتقاله، ويرجع النوب يروح للرئتين حتى نخلص منه. اذا طريقة انتقال ثاني اكسيد الكربون يتحد مع الماء وينتقل بهالطريقة، هذا على شكل كربونيك اسيد بيكربونات. تنتقل البيكربونات بالدم توصل للرئتين، هالمرة تتحد مع الهيدروجين ايون وصلها ديسوشيشن الى ماء وثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون يروح بالزفير والماء يبقى بداخل الجسم. هذه طريقة انتقال اذن 70% عن طريق البيكربونات، 23% مع الهيموغلوبين والبروتينات الاخرى. الدم مو بي بس هيموغلوبين، بي بروتينات كثيرة. ف 23% من ثاني اكسيد الكربون ينتقل بهذه الطريقة الثانية، انه بالاتحاد مع البروتينات، ويبقى 7% ديسولف ذائب بالماء، 7% فقط ذائب بالبلازما. اكو فد عملية تجربة اجريت لملاحظة انه وش قد يصير كل ما زاد كمية الاكسجين او كل ما نقصت كمية الاكسجين بالهواء الخارجي او بالرئتين او بالجسم باي مكان بالجسم، كلما زادت نسبته أو قلت نسبة الأكسجين حسب الحالة، شقد الهيموغلوبين يقدر يحمل أكسجين. فهذه التجربة سموها أكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف، أكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف. وفكرتها شنو؟ أنه عندما يكون الـ PO2، طبعا إحنا PO2 ما شرحنا لكم، الـ PO2 هو الضغط الجزئي للأكسجين، PO2 يعني الضغط الجزئي للأكسجين. وبكلمتين ثلاثة أوضح لكم الموضوع، لأن قلت لكم المحاضرة مختصرة. أنتوا إذا تعرف تتذكرون من خلال محاضراتنا السابقة، أنه من نتكلم عن الصوديوم، نتكلم عن البوتاسيوم، عن أي إلكترولايز موجود ومذاب بالماء، هذا أني نقول عليهم concentration، شقد تركيزهن، شقد تركيزهن، شقد نسبتهن إلى الكلي. من نتكلم عن الغازات ما نتكلم عن تركيز، نتكلم عن ضغط جزئي، يعني نفس الفكرة بالضبط، مثل فكرة الكونسنتريشن، مثل فكرة الكونسنتريشن نقول عليه الضغط الجزئي. يعني نتكلم عن الأكسجين بالجو، نقول الأكسجين البارشال بريشر مالته هلقد فد رقم معين تمثل نسبة الأكسجين من الغازات الموجودة بالجو، اللي هي تقريبا 19%، 19%. هذه النسبة تسمى الضغط الجزئي. ليش؟ لأن كل الغازات الباقية تصل الضغط يسمى الضغط الكلي. إذن لما صار مفهوم أنه الـ PO2 شنو؟ الـ PO2 هو الضغط الجزئي للأكسجين، يعني نسبة الأكسجين الموجودة بالدم إلى بقية الغازات الأخرى الموجودة. صار مفهوم؟ فعندما تكون هذه النسبة عالية سواء بالجو سواء داخل الأنسجة أي مكان أو بالرئتين، لما تكون عالية هذا الوضع، لما تكون نسبتها عالية راح يخلينا أفضلية فيفر، يخلي أفضلية للعملية لودينج، يسوي أفضلية لعملية اللودينج. شنو اللودينج؟ اللودينج يعني تحميل، لودينج تحميل، وأن لودينج تفريغ. طيب لودينج أوف هيموغلوبين وذ أكسجين. طيب إذن الهيموغلوبين بروتين، وهذا البروتين صفاته تتغير، قابليته على حمل الأكسجين تتغير، قابليته لحمل الأكسجين تتغير حسب الظروف.
فإذا كانت الظروف مواتية والبي او 2 عالية وموجود أكسجين هواي، شنو المود مالته؟ شنو مزاج الهيموغلوبين؟ لودينج، يحمل أكسجين. increased percentage of saturation يعني نسبة تشبعه بالأكسجين تصير عالية جدا إذا أكو أكسجين بكثرة. طيب هاي صار مفهوم إن شاء الله النقطة. والعكس بالعكس، عندما الـ PO2 low لما يكون كمية الأكسجين قليلة، وين مكان نفترض كمية الأكسجين قليلة؟ بالأنسجة. الأنسجة تعمل وتأخذ الأكسجين فيقل كمية الأكسجين، فعندما تكون كمية الأكسجين قليلة هذا يعطي أفضلية لمن؟ للأنلودينج، للتفريغ وليس التحميل. يصير الهيموغلوبين مزاجه ما يتحمل وما عنده قابلية، ما عنده أفيكاسي أنه يشيل الأكسجين، يقوم يفرغ الأكسجين وهو المطلوب. طبعا احنا نريد يفرغ الأكسجين، لكن هذه الصفات موجودة بهذا البروتين. لما يكون الأكسجين عالي يفضل انه يقوم ياخذ الاكسجين، عنده قابليه ياخذ الاكسجين، يهمش الاكسجين لاي مكان وياخذه. وعندما يكون الاكسجين قليل تروح هاي القابليه ويقوم بس يريد يخلص من الاكسجين لانه قوه ما بحال روحه ما يقدر يشيل الاكسجين ويذبه يطيل الانسجه وهو المطلوب. اذا يصير ديكريز اوف ساتوريشن، يقل تشبع الهيموغلوبين بالاكسجين. هذا رسم، هاي العلاقه تم رسمها على شكل كيرف اسمه أكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف. هذا الكيرف، وهذا الأسود هو الكيرف الطبيعي. هذا الأسود سيجمويدال كيرف، هذا الأسود هو الكيرف، بحيث تكون شنو بالواي أكسس هنا درجة التشبع، إيش قد يقدر الهيموغلوبين يشيل أكسجين من الصفر إلى 100% تشبع، وهنا إيش قد البي أو 2، إيش قد البي أو 2. فنلاحظ انه بالبدايه مع كل زياده، هذه هنا بالبدايه شكل الكيرف، مع كل زياده بسيطه من الO2 PO2 اكو زياده قليله جدا من التشبع، بعدين شوي شوي يصعد الكيرف بكثره. يعني راح تصير زياده بسيطه من الPO2 تسوي زياده عاليه بالتشبع، هذا بالوسط الى ان نوصل الى 75-80-90%، يرجع الكيرف فلات، يعني يرجع مره ثانيه زياده بسيطه بالبي او 2 يسوي زياده بسيطه بالتشبع. فهذا الكيرف مال اكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف، هذا الكيرف الطبيعي، الكيرف الطبيعي. لكن اكو حالات اخرى، اذا هنا اكو شيء اسمه البي 50 ما شارحي لكم احنا، اكو حاله اسمها زيادة الـ P50 ونقص الـ P50. الـ P50 شنو؟ الـ P50 هو الـ PO2، يعني الضغط الجزئي للأكسجين عندما يكون الهيموغلوبين نصف مشبع، 55% مشبع. إيش قد الـ PO2 بهاللحظة؟ يصير 28، لما تكون هنا 28 تقريبا. لما تكون الـ PO2 28 الهيموغلوبين يصير نصف مشبع، نصف مشبع. هذا يسموه P50، حتى نقول انه صار اكو شيفتنج بالكيرف للرايت او للليفت. اذا هذا الاحمر هو عندما يكون رايت شيفت للكيرف، والاخضر عندما يصير ليفت شيفت للكيرف. شنو رايت شيفت شنو ليفت شيفت؟ هسه اقول لكم. بالانسجه لما يصير الاكسجين قليل وثاني اكسيد الكربون هواي ودرجه الحراره عاليه والفضلات مالت الميتابوليزم هواي، هذني ظروف سيئه. في هذه الظروف السيئه يصير الكيرف يصير بشيفت تو ذا رايت، شيفت تو ذا رايت، الكيرف يصير هيك بداخل الانسجه، بداخل الانسجه الكيرف يصير هيك. يعني شنو هذا الكيرف؟ هذا الكيرف شنو نفهم من عده البي 50؟ يعني على بي او 2 اعلى يلا نوصل الى نفس التشبع. البي او 2 كان 28 يصير اكثر من 40، قريب ال 50 هنا. بالبي او 2 50 يلا يصير الهيموغلوبين مشبع. اذا شنو نفهم من هذا؟ انه الهيموغلوبين قام يذب الاكسجين مالته، يذب الاكسجين بعد ما يقدر يشبع بنفس البي 50 هنا اللي هي 28، لا على اكثر من 40 بي او 2 يلا يقدر يحتفظ بالاكسجين. وهذه الصفه تفيدنا انه الهيموغلوبين يلقي ما عنده من الاكسجين الى الانسجه. الان اذا صار ليفت شيفت، وين يصير ليفت شيفت؟ بالانسجه الرئويه،
بالبلموناري تيشو، بالبلموناري كابيلاريز، لما يتوفر الاكسجين بكثره، لما يتوفر الاكسجين بكثره وثاني اكسيد الكربون قليل ودرجه الحراره منخفضه وماكو اي شيء، الظروف كلها ممتازه، من يصير الظروف ممتازه هذا الكيرف يصير بي شيفت تو ذا ليفت، يصير بي شيفت تو ذا ليفت الى اليسار، ليفت شيفت، اذا نتحرك لليسار. يعني نلاحظ شنو دا تحرك لليسار؟ يعني بي او 2 قليله جدا، بي او 2 قليله جدا، كميه الاكسجين يعني بكميه اكسجين اقل هو يشبع هواي، يمتلي الهيموغلوبين. اذا هذا فيفر شنو؟ لودنج، يقوم يحمل اكسجين، يقوم يحمل اكسجين من الرئتين بكثره وهو المطلوب، وهو المطلوب. الان هذا الكلام اللي قلناه نشوفه كم كلمه مذكوره عندكم بالملزمه. اكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف، شوية نعم آسفين بسبب انه تركناه فترة علق الباوربوينت، آسفين. نجي اذا الـ PO2 95 عندما يكون الـ PO2 يعني partial pressure of oxygen، كمية الاكسجين 95 عالية جدا، الساتوريشن 97، هذا وين؟ الـ 95 مليمتر مركري PO2 بالشرايين، بالشرايين بالايورتا مثلا، بالايورتا البي او 2 البارشل بريشر 95، فنسبه تشبعه الهيموغلوبين بالاكسجين عاليه جدا. وعندما البي او 2 40، يعني وين بي او 2 40؟ بالاورده، ورا ما راحت الانسجه وذبت الاكسجين واخذ ثاني اكسيد الكربون، صار البي او 2 يعني البارشل بريشر اوكسجين نزل بالاورده الى 40 ملم مركري، فيكون تشبع الهيموغلوبين هالمره 75% فقط مشبع بالأكسجين. العوامل التي تؤدي إلى رايت شيفت تحفظوها، أن شنو الأشياء اللي تخلي الكيرف يروح لليمنى مثل ما شفتوا بالرسم السابق، العوامل هي decreased pH، يعني درجة الحامضية عالية، درجة الحامضية عالية فالبي اتش نازلة هنا، تعرفون انتو علاقة عكسية بين قوة الهيدروجين أيون لانه ناقص لوغاريتم تركيز الهيدروجين، فعندما تكون البي اتش نازله يعني الحامضيه عاليه، وهذا وين؟ بالعضلات، لما انكم تشتغل العضلات الجسم يشتغل تصير الحامضيه عاليه، هذا اولا. انكريز سي او 2 وجود ثاني اكسيد الكربون بكثره، وهذا ايضا لما الانسجه تشتغل تطلع ثاني اكسيد الكربون. اذا هذا الحكي كله بالانسجه، بانسجه الجسم اللي مستعده تريد اكسجين، عندما الحراره عاليه وهذا ايضا بالاكسرسايز بالعضلات ترتفع الحراره، عندما الدايفوسفوجليسيريت عالي يعني الميتابوليزم عالي وتبدي الفضلات مال الميتابوليزم، هذه الاشياء تسوي لنا رايت شيفت للكيرف. يعني شنو؟ اعيد، رايت شيفت للكيرف يعني يصير بعد الهيموغلوبين يحتاج انه كميه اكثر من الاكسجين يلا يقدر يحتفظ بالاكسجين مالته، يحتاج بي او 2 بارشل بريشر عالي يلا يبقى ساتوريتد، فشو يقوم يسوي؟ يسوي انلودنج، انلودنج يقوم يفرغ اكسجين بعد ما يقدر يشيل الاكسجين. هذه الرايت شيفت. الرايت شيفت بالتيشو كابيلاريز، اذا مثل ما قلنا لكم بالتيشو كابيلاريز بانسجه الاوعيه الشعريه مالت الانسجه يسوي لنا انلودنج فيفرز، انلودنج تفريغ الاكسجين الى الانسجه. العكس يحصل وين؟ بالبلمنري كابيلاريز، بالانسجه الرئويه، الامور الظروف كلها مواتيه، مثل ما نرجع مره ثانيه، الحامضيه طبيعيه صارت، درجه الحراره اعتياديه مو عاليه، بعد شنو؟ الدايفوسفوجليسيريت قليل، يعني ذنيك العوامل الاربعه نعددهن نفسهن هنا بس نعكسهن بالليفت شيفت. هذين العوامل الأربعة يسمون ليفت شيفت للكيرف. يعني شنو إذا صار ليفت شيفت؟ يعني الأكسجين يصير عنده قابل، الهيموغلوبين عنده قابلية يحمل أكسجين، جيب أكسجين، عندي فيفرز لودينج، فيفرز لودينج يفضل تحميل، وأكو أكسجين يبدأ يحمل براحته. وأيضا عامل آخر خامس ما مذكور هناك بس مذكور منها بالليفت، عندما يكون الهيموغلوبين يا نوع F، الهيموغلوبين مالتنا إحنا طبيعي، لكن بالاطفال بالجنين اكو هيموغلوبين يسموه هيموغلوبين اف، فيتال هيموغلوبين،
هذا الفيتال هيموغلوبين فيفرز لودينج، يعني عنده قابليه ياخذ الاكسجين اكثر. يعني شنو يسوي؟ ليفت شيفت، يسوي ليفت شيفت للكيرف وعنده قابليه ياخذ الاكسجين اكثر. حتى شنو؟ حتى من يجي الدم مالت الجنين وقريب على دم الام، الام ايش عندها؟ هيموغلوبين مالتنا، هيموغلوبين مالت كبار ادلت، وهو عنده هيموغلوبين مالت اطفال. فهيموغلوبين الاطفال عنده قابليه افيكاسي، عنده هنا قابليه يحمل ساتوريشن اوف اوكسجين اكثر، فياخذ الاكسجين من الام. In the blood is another factor that causes left shift of the curve. اذا الفيتال هيموغلوبين هذا من يكون بكثره يسوي left shift للكيرف، which favors loading of oxygen، ياخذ الاكسجين من الماترنال. ماتر يعني mother، باللاتيني ماتر يعني mother، تي وحده ماتر mother circulation، من الدوره الدمويه للام يروح المن للفيتال سيركيليشن، للدوره الدمويه للطفل الجنين. الفيتال هيموغلوبين عند افينيتي اكثر، عند قابليه اكثر انه يتحد مع الاكسجين من الادلت هيموغلوبين. كنترول اوف بريذنج، كيف يسيطر الجسم بشكل عام، الجسم بطرقه المختلفه على عمليه التنفس، تنظيم التنفس ريجوليشن اوف ريسبيريشن. Control of breathing is either neural or chemical. السيطرة دائما، احنا من نتكلم عن سيطرة حتى عندكم بالفصل الأول في أي مكان بالهارت أو حتى قبله بالكيدني، من نحكي على control نقول control إما neural أو chemical. Neural أو chemical يعني إما عصبي أو كيميائي. Neural control السيطرة العصبية إما voluntary أو involuntary. ستقول يعني هو التنفس لا إرادي، شلون فولنتري؟ لا، عندنا بعض الأشياء إرادية، مثلا أخذ النفس، من أطلب منك أخذ نفس تقدر تأخذ نفس بإرادتك لحدود معينة، وأنا أقول لك اكتم نفس، أو أنت مثلا تسبح تضغط بالهذا بالنهر، أنت تريد تقطع النفس بهالأثناء وأنت غاطس بالأسفل، هنا بإرادتك. إذا هذه العمليات إرادية، إذا عندنا إرادي من يسيطر عليه؟ القشرة الدماغ الكورتكس السيطر على العمليات التنفس الإرادية، وعندنا لا إرادي involuntary. والكيميكال كنترول عندنا either central or peripheral، السيطرة الكيميائية إما داخل الجهاز العصبي المركزي أو خارج الجهاز العصبي المركزي. نشوف الفولنتري نيورال كنترول، الارادي يسيطر يوجه عمليات from the cerebral cortex، من قشرة الدماغ هي المسؤولة تنظم بعض العمليات. الفولنتري اكتيفيتيز فعاليات الارادية مثل breath holding كتم النفس، hyper and hypoventilation اخذ تنفس بسرعة تنفس ببطء، هذا كلها تقدر تسويها اراديا. involuntary اكو ثلاث امور، اولا respiratory center، إذا اللا إرادي أولا أكو مركز للتنفس موجود بالمدلة أوبلونجاتا وبالبونس مكانين مشتركين يشاركن في عملية السيطرة على التنفس، يسموه respiratory center in the brain stem بجذع الدماغ. فهذا respiratory center مسؤول عن الأوتونوميك respiration، التنفس اللا إرادي الذاتي. وعندنا pulmonary receptors أيضا يساعد في داخل الرئتين، أكو ريسبترات مستلمات مختلفة تساعد على عملية السيطرة على العملية التنفسية control of respiration، مسؤولة عن pulmonary reflexes أيضا، واللي هي بيوسي الريسبترات اللي موجودة. أكو stretch receptor مستلمات ما تسمح لعملية التنفس أن تكون أن أخذ الشهيق أكثر من اللازم، النفس الطبيعي إلى حدود بعدين يصير له كت اوف بالريسبيراتوري سنتر، جهاز المركز التنفس بالدماغ يوقفه. شلون يوقفه؟ على اساس اشارات تجي من اللنك، من الريسبيراتوري برونكيولز اكو بيها مستلمات ريسبترات، اذا صار بيها ستريتش اكثر من اللازم، انترست هواء اكثر من اللازم، راسا تودي اشاره للدماغ يوقف الانسبيريشن، يوقف الشهيق. فهذه اسمها ستريتش ريسبترز. وعندنا irritant receptors مستلمات موجودة أيضا بالجهاز التنفسي في أماكن كثيرة، وخصوصا بالكراينة منطقة التشعب مالت المين برونكاي، يعني من يجي الرغامة التراكية تنقسم إلى مين برونكاي right to left برونكاي، القصبة الرئيسية اليمنى واليسرى، هذا التفرع اسمه كراينة، هذا متوفر بكثرة cough receptors مستلمات القحة،
بس هي موجودة في أماكن أخرى لكن هنا بكثر. وعندنا السنيز العطسة، هذني ريفلكسز، شلون هذني يشتغلن؟ عن طريق ريسبترات، أكو ريسبترات موجودة تقول أكو فد صار بها فد شيء أزعجها، أي مادة تمر بها تزعجها تودي إشارة رأسا إلى الدماغ، والدماغ هنا بالمدلة أكو بالنخاع المستطيل بالبرين مركز لهذه الريفلكسز، الكاف والسنيز، القحة والعطسة، إضافة إلى مراكز أخرى، لكن إحنا نتكلم الآن عن الجهاز التنفسي. فالكاف والسنيز يسببنها irritant receptors، مستلمات يسموها التخديش أو الإزعاج. وعندنا جي ريسبترز، موجودة أيضا ريسبترات اسمها جي، الجاي من جاكستا متاخمة. هذه الريسبترات تعطي الإنسان شعور بضيق النفس إذا أكو احتقان رئوي. في حال أكو احتقنت الأوعية الدموية داخل الرئتين، الأوعية الشعرية الدموية داخل الرئتين إذا احتقنت امتلأت بالدم بسبب عجز القلب، راح يصير عند الإنسان شعور بالديزنية. ديزنية دي واي اس يعني اضطراب، ونية يعني التنفس، اضطراب نفسنا بمعنى الكلمة بالضبط يعني ضيق بالنفس. فيصير عنده شعور ضيق بالنفس، طبعا هو مو عداوة، انه شعور ضيق بالنفس حتى تحس اكو شيء غير طبيعي بجسمك، يروح يراجع الطبيب يلقى عنده بالمناري كونجستن عافاكم الله، ويؤدي المفروض حتى يخلص من هذا الوضع بسبب يعني مثلا عجز القلب. فالشعور بضيق النفس فإنت حتى الإنسان يبدي يصرف إراديا ويحل المشكلة. فعندنا ثلاث ريسبترات، ستريتش ريسبتر اللي يوقف الأوفر إنفليشن، يوقف زيادة النفس أكثر من لازم، والإرتنت اللي هو مسؤول عن الكاف والسنيز، والجي ريسبترز اللي هي مسؤول عن إذا أكو كونجيشن يتحسس بيه، تتحسس بيه الرئتين. الكيميكال كونترول عندنا سنترال وبيريفرال. إذا النيورال خلصنا، الكيميكال عندنا سنترال يعني داخل الجهاز العصبي المركزي، اكو منطقه يسموها الكيمو سنسيتيف اريا، منطقه المتحسسه كيميائيا تحت الهايبوثالامس. هايبوثالامس اللي يسيطر على الغده النخاميه موجود هو في مركز الدماغ، جزء من الدماغ صغير جدا تحت الثالامس اسمه هايبوثالامس. هذا صغير لكنه مهمه كثيره. فعنده هنا منطقه اماميه تمر بها اوعيه دمويه، هذه الأوعية الدموية تمر إذا اكتشف الهايبوثالاموس أنه أكو زيادة بثاني أكسيد الكربون، زيادة بالهيدروجين أيان، رأسا يعطي إشارة إلى مركز التنفس حتى يزيد عملية التنفس. فهذه المنطقة اللي تتحسس لثاني أكسيد الكربون للهيدروجين سموه كيمو سنسيتيف أريا، منطقة متحسسة للمواد الكيميائية، تعطي إشارة للثلم هايبوثالاموس، والهايبوثالاموس يعطي إعاز إلى مركز التنفس حتى يزيد الدور مالته. والعكس بالعكس، يعني إذا اكتشف أنه أكو نقص شديد بثاني أكسيد الكربون ونقص بالهيدروجين أيون، راح يعطي إشارة أنه يقلل التنفس، يعني هنا سيطرته زيادة أو نقصان بعملية التنفس. البريفرال كيميكال كنترول، هنا كيمو ريسبتر موجودة مو بداخل الجهاز العصبي المركزي، لا، موجودة بالأوعية الدموية، أخذتوها أيضا بالمحاضرة مع الكارديو فاسكولار. قلنا أكو بارو ريسبترات موجودة بالأيورتا وبالكاروتيد أرتري، وموجودة بأخرى لكن موجودة ذني بوضوح. أكو ريسبترات بارو ريسبتر مستلمات الضغط، وأكو أيضا كيمو ريسبترز مستلمات كيميائية تتحسس للنقص الأكسجين أو زيادة ثاني أكسيد الكربون، وتعطي إشارة للبرين عن طريق أعصاب مختلفة، تعطي إشارة للبرين حتى الريسبيراتوري سنتر يزيد أو ينقص النشاط مالته حسب الحالة. فهذني الكيمو الكيميكال كنترول أوف ريسبيريشن. وهنا فد كلينيكال كونسيدريشن بسيطة، نتكلم عن الهايبوكسيا أو الهايبوكسيا كيفك. هايبوكسيا نقص الـ PO2، مستوى الـ PO2 الـ Partial Pressure of Oxygen Anywhere، أي نقص للأكسجين يسمى هايبوكسيا. يعني سواء واحد يصعد جبل عالي ويصير نقص بالأكسجين فيسموه هايبوكسيا، سواء بالطيارة صاعد يسموه هايبوكسيا، سواء في مكان معين وبدأ الأكسجين ينفذ منه ونقص الأكسجين في أي مكان يسموه هايبوكسيا. لكن إذا بالدم ماكو أكسجين، نقص الأكسجين بالدم يسموه هايبوكسيميا.
الآن اصطلاحا احنا ما نقول هايبوكسيميا بصراحة، مستمرين حتى إذا بالدم نقول عليه هايبوكسيا، نقص الأكسجين حتى بالدم، هسه قاموا يسموه اصطلاحا متعارف عليه يسموه هايبوكسيا. عندنا أربع أنواع من الهايبوكسيا. أصلا ليش ينقص الأكسجين بالدم؟ أربع أسباب. السبب الأول أو النوع الأول من الهايبوكسيا يسموه هايبوكسيك هايبوكسيا، يعني الخلل الفعلي هو ماكو أكسجين، فعلا هو ماكو أكسجين، يعني نسبة الأكسجين البارشال بريشر أوف أكسجين قليلة، فأكو there is decline يعني نقص بالبارشال بريشر أوف أكسجين، الأي يعني بالأرتريز arterial PO2 يعني، فالبارشال بريشر أوف أكسجين هو ناقص فعلا ماكو أكسجين بالجو، ماكو أكسجين شو يسوي؟ هاي هايبوكسيك هايبوكسيا. ثانيا أنيميك هايبوكسيا، يعني شنو؟ الجو ما عندنا مشكلة، أكسجين موجود والأكسجين موجود بالرئتين وياخذ الدم ياخذ الأكسجين، لكن هو أصلا عنده نقص بالهيموغلوبين، شو يسوي؟ ما يقدر يشيل أكسجين كافي، فهنا هايبوكسيا لكن سببها شنو؟ أنيميا، سموه أنيميك هايبوكسيا، يعني الـ HbO2 declined، أكسجينيتد هيموغلوبين هي أو الأكسي هيموغلوبين هي صاير بها نقص بسبب أنيميا أو بسبب تسمم بأول أكسيد الكربون. النوع الثالث stagnant hypoxia، يعني الأكسجين بالجو طبيعي ما بي مشكلة، stagnation يعني ركود، إذن الراكدة هنا هايبوكسيا الراكدة، الجو بي أكسجين ماكو مشكلة والهيموغلوبين طبيعي يعني موجود ماكو أنيميا، ولكن blood flow قليل، يعني كمية الدم اللي تصل إلى منطقة معينة هي اللي قليلة، فكمية الدم ما توصل بكثرة بالشكل الكافي بسبب بطء أو أي شيء، فيسموها stagnant hypoxia. stagnant بسبب مثلا عجز بالقلب، شنو السبب اللي خلاها ما يوصل الدم إلى هالمنطقة؟ انسداد بالمثل الشريان اللي واصل للمنطقة أو تضيق بالشريان هذا، فيوصل دم قليل، إذن هنا blood flow قليل فيسموها stagnant hypoxia أو hypoxia. اخيرا الهيستوتوكسيك هايبوكسيا، هيستو التسمميه، تسمم النسيجي، هذني ممكن الاول والثاني والثالث ثلاثتهم طبيعي، يعني اكسجين بالجو بالرئتين موجود ماكو فقر دم ولاكو انقطاع بالبلاد فلو موجود، ولكن النسيج ما يقدر يستفيد من الاكسجين الموجود، تشيو كانوت يوتيلايز اوكسجين، ما يقدر يستخدم يستفيد من الاكسجين بسبب تسمم، انزيماتيك انهيبيشن كوز باي بويزنز، سموم أو أدوية مثل السيانايد بويزنج، مثل التسمم بسم السيانيد بوتاسيوم سيانايد. فهذه الهايبوكسيا وأيضا اختصرناها إلى هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.